كهرباء وتنامي وزياده طلب وشي. قال اموال انها له. خابر السيد وزير الماليه قال له وفر اموال لصالح الكهرباء، تمام؟ زين. الاكثر قال وزاره النفط 50 مليار طول الكهرباء حتى يواكبون الطلب، ما اجتنا منها الا خمسه واحده. موازنتنا احنا مال الكهرباء ب 22 وزير الماليه ايش دز لكم؟ استثماريه ولا دينار واحد، بس تشغيليه خلي بالك. موازنات تشغيليه ما دخلتوا بها على الاستثماريه؟ لا ما دخلنا بها على الاستثماريه، أكيد. ما نقدر. اي نعم، عملنا بالمناقلات وخلف الله على السيد وزير التخطيط، حول لنا 200 مليار دينار اشتغلنا بهن على مشاريع عكاز وخطوط ناقله ومحطه الدبس ومحطه كركوك الغازيه ودخلناها للعمل. زين. شوف موازنتنا احنا مالك كهرباء، موازنتنا اللي طلبناها ب 21 22 تريليون، راحت للبرلمان، الاخوه بالبرلمان بقدره قادر ومو هي وقع لي ووقع لك، نزلت من 22 للعشرة. نزلت من 22 للعشرة مليار. يا ما انا مبوب لكم الموازنه، هل قد احتاج للنقل، هل قد التوزيع، هل قد للانتاج، نزلت العشرة. ايش قد يحتاج لك هسه؟ كم مليار؟ نزلت العشرة، طبت ال 21 وطلعت موازنه استثماريه دينار بس واحد. بس قول لي ايش قد يحتاج لك هسه؟ كم مليار؟ الان؟ ايه؟ يعني احنا المفروض لكم موازنه عديناها وزيناها للدوله. يعني ايش قد تقريبا؟ ما يحضرني الرقم. خليني اسوي لك هسه مناشده للبرلمان الجديد. والله مو مناشده للبرلمان، مناشده لجميع واحد يريد يرفع الحمل والضيم عن كاهل الناس، يخلي ملف الكهرباء رقم واحد عنده. جيد. ويبعدوه من اي تداعيات سياسيه واقتصاديه وتدخلات عمل. ملف الكهرباء بعد هذا الضغط الموضوع على الناس لازم يرفع، بس من يرفع مو موقفني على الجرف وتدفع بيا ذبني بالماء وتقول اه دير باك تتبلل، انت جاي تدفع بيا ومكتفني وتقول لي دير باك تتبلل. اعطينا اموال صيانات دوريه عنده واضطراريه محطات واقفه بيش يشغلها. انا من تريدني هسه حتى اسوي لك مناشده للبرلمان؟ ال 22 مليار اللي رفعتوها كانت بال واللي صارت 10 ايه؟ ال 22 مليار واللي شالوا منها بس جزء بس شالوا جزء منها للصحه وجزء منها للداخلية. انطيني بس انطيني شويه مجال. ال 22 مليار ايش قد تروح من عندها بالاسود؟ ولا دينار يروح من عندها. والله لي اكو جهات رقابيه ورانا، من تلقى تروح بالاسود خلي يذبحونا بقبض. هاي السنين كلها ماكو فساد، الكهرباء زينه يعني. يعني هسه الشارع ما بيه مجرمين؟ اشيل لك سؤال بس ابو قارب، من اللي يضبط الامن؟ القانون. قانون. جاونا القانون من عندنا اذا نشطح احنا؟ ما يحاسبنا؟ شوف ايش قد انفتحت لجان بالبرلمان، وايش قد انفتحت بالنزاهه، وايش قد انفتحت بديوان الرقابه. سمعتك فضيحة مدوية بالتلفزيون علينا ليش؟ لأن قلنا لهم هاي المخرجات الفلوس اللي اعطيتونا اياها ماكو يعني؟ بس هاي قلنا هاي الفلوس اللي اعطيتونا اياها خلاص. شوف استاذ ليث بس نقطة، قلنا هاي الفلوس اللي اعطيتونا اياها بيها مخرجات، لو اشتغلنا وشن حجتكم علينا وهذا شغلنا؟ لو مشاريع لحظة لو مشاريع وهمية لا عمي شاهدي وياي حكيكم كان وهمي. لجنة نزاهة انتو بالبرلمان، لجنة رقابية، والدورون طشة يعني ذا هيك. اذا هاي طشة هاي اذا هاي الدورات يعني انت فاسد السابق. ها؟ مو وزراء اثنين قاعدين يمك بالبرلمان كانوا؟ سيدنا بس اسمع من عندي. مو وزراء اثنين خلي جاوبني على الطشة.